مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات. رحم الله دعب الخزاعي. مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات. ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات. ديار عفاها جور كل منابذ ولم تعف للأيام والسنوات. دعب الخزاعي يقول أن ديار أهل البيت لم تأتي عليها مرور الأيام والليالي، وإنما أتى عليها جور الجائرين. وأكبر دليل ذاك بيت الإمام أمير المؤمنين في الكوفة ما زال باقيا. ديار عفاها جور كل منابذ ولم تعف للأيام والسنوات. هم أهل ميراث النبي إذا اعتزوا وهم خير سادات وخير حماته إذا لم نناجي الله في صلواتنا. دعب الخزاعي يتكلم بما في نفسك من عقيدة. إذا لم نناجي الله في صلواتنا بأسمائهم لم يقبلوا الصلوات. تخيرتهم رشدا لنفسي وإنهم على كل حال خيرة الخيرات. نبذت إليهم بالمودة صادقا وسلمت أمري طائعا لولاتي. فيا رب زدني في هواهم بصيرة، فيا رب زدني في هداهم بصيرة وزد حبهم يا رب في حسنات. إلى الله أشكو لوعة عند ذكرهم. إذا ذكرت أهل البيت أشعر بلوعة، بحرقة، بأسى يتحرك في داخلي. إلى الله أشكو هذه اللوعة. إلى الله أشكو لوعة عند ذكرهم. سقتني بكأس الهم والحسرات، سقتني بكأس الهم والحسرات. شنو السبب؟ أرى فيئهم في غيرهم متقسما وأيديهم من فيئهم صفراتي. سأبكيهم ما حج لله راكب وما ناح قمري على آية الشجرات.
وما طلعت شمس وحان غروبها، وبالليل أبكيهم وبالغدوات سأبكيهم ما در في الأفق شارق. ونادى منادي الخير للصلوات سادتي حبكم بقلبي، اي والله حبكم بقلبي، وتظهر بصبها دموعي. انا ما اتوب عن حبكم ولا اشوف بطوعي، والله يا ريتني من دونكم رضت ضلوعي، ويا ريت خدي دونكم ضمت التربان، وويلاه منكم بسامرة ومنكم في خراسان، ومنكم برض طيبة ومنكم برض كوفان. لكن وعظم مصيبة، مصيبة المذبوح عطشان، كل المصايب هونت مصيبة حسين. سيدتي يا زهراء، أين أنت جالسة هذه الليلة؟ في أي زاوية؟ جئنا لكي نعزيك بشهادة ابنك الإمام باب الحوائج موسى بن جعفر. سيدتي نوحي على الأولاد يا زهراء الحزين، في كربلاء منهم ومنهم في المدينة، وويلاه وتفرقوا عنك وصار الشمل تبديد، واحد من جعيدة قضى واحد من يزيد، واحد دفن عندك واحد عنك بعيد، والله قبر الحسن يمك وقبر حسين وينه. وويلا اسمع اسمع اسمع، الزهرة تجيبك أيها المؤمن، مقبولة هاي التعزية. شيعتي أنا لا تحسبوني لرضا في طوس ما جيت، ولا إلى بغداد ما رحت وتعنيت، والله كلهم عليهم نوحت والجيب شقيت، نبعيد عني والذي يمي قريبين. وويلا أنا أبكي على أولادي قضوا بالسيف والسم، وابكي على ابوهم قضى بسيف ابن ملجم، وان كان بالله تسالوني، نعم نعم سيدتنا نسالك، وان كان بالله تسالوني يا هو اعظم اعظم علي لون عناعي. وويلا أنا أبكي على أولادي ذبايح يوم عاشور، واني نصبت لهم الماتم وسط القبور، والله وخليت ضلعي بجنب الباب مكسور، لكن وعظم علي لون عناعي على حسين.